ورجعنا لكم مره تانية معايا فقره مفاجاه بعملها اول مره في برنامج صرخه ناشئ. معايا نجمين صغيرين، على يميني اهلاوي الجميل وعلى شمالي الزملكاوي الجميل. احب اتعرف بيك الاول ونعرف المشاهدين. انا اسمي سيد مصطفى، بلعب في النادي الاهلي، مواليد 2009. انا اسمي ياسين حسين، بلعب في نادي الزمالك ومواليد 2009. قول لي بقى، امبارح الاهلي خد الكاس ودوري ابطال افريقيا والدوري، و الراجل الناحيه الثانيه زملكاوي معاك، بتتفرج على الماتشات فين؟ بتفرج عندي في البيت، وساعات بروح مع بابايا عنده واحد صاحبي في المحل وبيشغلوا هناك الماتشات وكده. اصحابك الزملكاويه بتعملوا ايه مع بعض؟ بنقعد عادي كاننا اهلاويه زي بعض وكاننا زملكاويه زي بعض ومفيش فرق، عادي. يعني ما بتحفلش عليه بعد الماتش ولا حاجه؟ لا. قول لي يا ياسين، انت بقى كزملكاوي الدوري راح وافريقيا راحت والكاس راح، بتبقى عامل ايه؟ لا عادي، هرد رجلي للزمالك. بتلعب في نادي الزمالك بقالك كام سنه؟ بقالي 6 سنين او 5 سنين. طيب مين ماسك الاعلى في نادي الزمالك؟ كابتن جمال حمزه. كابتن جمال حمزه، اتفرجت على كابتن جمال حمزه وشفت له فيديوهات؟ اصل انت مواليد 2009، دي يعني بتتفرج على الكوره بقالك قد ايه؟ بقالي كتير. يعني كابتن جمال حمزه بتحب لعبه وبتحب ستايله؟ جدا. كابتن بقى قول لي مثلك الاعلى في نادي الاهلي مين؟ عمي هو جمال. مين؟ جمال السيد. جمال السيد بيلعب هناك. كابتن جمال السيد نجم نادي الاهلي، المدرب دلوقتي في انبي. يعني انت مثلك الاعلى كابتن جمال السيد. انت اصلا بتلعب ايه في الملعب؟ بلعب مدافع. مدافع. بتشوف الصفقات الاخيره للاهلي، بدر بنون شايفه ازاي؟ صفقه مدافع، راجل جاي من المغرب. لا بصراحه اتفرجت عليه ساعات وساعات بس مش كتير. مش متعود اتفرج عليه. قول لي انت بقى، اخبار نادي الزمالك ايه وانت شايف الزمالك ازاي؟ لا الزمالك عادي، بس هو بس في كده حاجات يعني مش لعيبه مش نازله متوتره. بس انتوا في قطاعات ناشئين نادي الزمالك لما بتتفرجوا على 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 الفريق الكبير وبيخسر وبتاع، انتوا بتبقى نازلين الملعب البواعم بتعملوا ايه؟ عادي زعلانين، بس ما فيش حد بيحفل علينا، عادي كلنا اخوات، بس ما فيش حد. هي دي الرساله اللي انا عايزك نختم بيها. اللي انت بتقوله ده يا ياسين قوله تاني عشان الناس تبقى عارفاه، ان احنا في الاول وفي الاخر اخوات. احنا في الاول وفي الاخر اخوات، مصر هي الزمالك هي الاهلي، فما حدش يعفل على حد، احنا كلنا كده اخوات. الزمالك يكسب السوبر، الاهلي يكسب السوبر، عادي، وكلنا بنلعب في الاخر في منتخب واحد. ايوه. بشكركم جدا جدا على تواجدكم معايا، وان شاء الله باذن الله نبقى نشوفكم نجوم كبار باذن الله في المستقبل، ونبقى نفرح بيكم كده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. في ختام برنامج يا جماعه، بحب الرساله اللي قالها ياسين من شويه، انه في الاول وفي الاخر هي رياضه، اهلي وزمالك اخوات، كلنا بنلعب في منتخب مصر، كلنا بنمثل منتخب مصر. مره ثانيه في اخر البرنامج بشكر وبهني نادي الاهلي على الفوز بلقب كاس مصر ال 37 في تاريخه. بشكر الاعداد، بشكر الاخراج، بشكر الناس كلها. على وعد ان شاء الله نلتقي في الاسبوع القادم وحلقه جديده من برنامجكم صرخه ناشئ.